مشاهدينا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. سعيدة بلقائكم مجددا، واليوم غادي نطرحوا على مائدة نقاش موضوع التي أرقنا كأسر كأمهات وأحيانا كمجتمع، لأنه كنشوفوا قضايا قدامنا كتطرح وتلقوا يدينا مقيدين ما قادرين ديروا حتى شي حاجة. ولكن اليوم فرصة باش نطرحوا هذا الموضوع للمناقشة وفرصة باش نتقربوا منه أكثر، لأنه واقع للأسف في مجتمعاتنا العربية المغربية والعالمية. ولهذا الغرض كنستضيف معي اليوم ضيفة كريمات. كنستضيف معي من كندا الكوتش مريم منديلي، وهي كوتش في العلاقات الأسرية والبرمجة العصبية. مرحبا بك للا مريم. بارك الله فيك، ربي يخليك، هذا شرف لي نكون معكم. وأنا سعيدة جدا أنك تكوني معنا مرة ثانية في البرنامج. الحمد لله، ربي يخليك. الله يحفظك. ايضا كنستضيفوا معنا السيده ناجيه اديب، وهي رئيسه جمعيه ما تقيش ولادي. مرحبا بك لاله ناجيه، وسعيده انك تكوني معنا. بارك الله فيك، وكيحصل لي شرف باش نكون مع يعني الضيفات الكريمات وفي برنامجكم. شكرا جزيلا لك. وايضا كنستضيفوا من دوله الامارات المتحده العربيه الاخصائيه النفسيه نجلاء محمد عزت. اليوم يمكن نعتبرها كتمثل الامارات ومصر في ان واحده. مرحبا بك استاذه نجلاء. اهلا وسهلا بكم، وسعيده جدا ان اكون موجوده معكم النهارده ان شاء الله، وان شاء الله يكون اجتماع مثمر باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بداية غادي نحاول أنه نسلطوا الصورة على الوقائع اللي ربما كانت بارزة خلال هذه المرحلة. هذه اليوم لالا ناجية، الملف ماشي جديد، عاد غادي نناقشوه. الملف للأسف عنده جذور تاريخية من الملفات اللي كانت مسكوت عنها، اعتبرت لسنوات طابوهات، سكت حشومه، يوقع اللي وقع خاصك تصبر وتسكت وما تدويش. جينا في واحد المرحله معينه من يمكن نعتبرها من تطور المجتمع، صبحنا كنفاجروا باشياء اللي كدرنا، ومن ضمنها هذا الملف هذا اللي كان من ضمن يعني ما نقولش طابوهات وانما الممنوعات والمحرمات. كيف ما كنشوفوا بنت كيتكرفسوا عليها او لا ولد كيتكرفسوا عليه، او كنقولوا انت هو السبب، كردوه الضحيه هو المجرم، وكنغيبوا علينا على المجرم الحقيقي. لكن خلال هذه المرحلة اللي عشنا فيها تجربة صعبة بطبيعة الحال تجربة ديال كوفيد 19، واللي جرات مجموعة من الإشكالات الاجتماعية وغيرها، كان بروز ديال بعض الحالات المشابهة على المستوى العالمي ماشي فقط غير في المغرب، وشاهدنا حالات. وربما قبل ما نبدأ البرنامج الآن شاهدت أحد المجموعات على الفيسبوك اللي تعرض حالة لطفلة صغيرة للأسف كينادي وبصوت عالي، كون هاد الطفلة هذه يعني مغتصبة واحد المنظر بشع جدا. فتتطرح السؤال، فين هو القانون؟ فين هي اليد ديال القانون؟ خاصة وأنه كثير من المغتصبين كيلقوا روسهم قدام الاختيار، وربما نضلنا بزاف باش يتحارب القانون اللي كان ضحايا ديالو عدد من البنات اللي قمنا بزويجهم كمجتمع وك يعني جهات مسؤوله بزويجهم من مغتصبيهم. ربما كنقولوا يمكن يكون حل البنات، ولكن الاطفال اللي كيتم اغتصابهم كيبقى واش حل ولا ماشي حل؟ بزاف الاسئله كتطرح. اعطينا قراءه للموقف. نعم، هو الاعتداء الجنسي على الاطفال كما قلتي هو يعني ظاهرة ليست وليدة اليوم كما أقول دائما، بل جذورها متشعبة في التاريخ. الاعتداء الجنسي على الأطفال كان في العهد العباسي والعصر الأموي، يعني كانوا يتباهون بالغلمان وكانوا يغدقون عليهم المال من أجل الاحتفاظ بغلام. فهذا ليس جديد على الأمة العربية أو الإسلامية أو العالم بأسره، ليس جديد هذه الظاهرة، إنما مع مرور الوقت ومع يعني هذا يعني كانت هذه الظاهرة من بعد هذه العصور المزدهرة أصبحت تحاط بسياج من حديد، إلى حين ظهور الجمعيات بالمغرب وجمعية تفقيش ولاية لحماية الطفولة بالمغرب.
بحيث كنا نلاحظ أن كثير من الأطفال يتعرضون للاعتداء الجنسي ولكن لا ناهي ولا منتهي ولا من يقدم شكاية ولا من يعترض ولا إلا والله من هذا منكر إوا ستر ما ستر الله إوا عرفتي وحشومة إوا البنت حتى الأبناء حتى الآباء والأمهات لا ما خصنيش يعني نطرق لهذا الموضوع وما خصنيش نفضح لأن إذا فضحت بنتي ما غاديش يتزوج وبالخصوص إذا كانوا القرى والبوادي الولد ما غاديش الولد غينعتو به بنعوت قدحية الطفلة كذلك عندما تكبر تبور وتنعت بنعوت قدحية كذلك فلهذا هذا المجتمع القروي أو الناس القاطنين في البوادي يتحفظون على هذه الجرائم خوفا من الفضيحة وخوفا من العار وخوفا من الحشومة احنا في المجتمع المغربي تنقول الحشومة والعار وكذا ولكن من ضرات هذه الجمعية ديال ما تقيش ولادي لحماية الطفولة احنا في الاول ملي يعني فتحنا الباب ديال الجمعيه كنا كنقولوا عمر شي ضحيه ما طرق باب الجمعيه لان كان من طابوهات ما يمكنش تكلمي في اعتداء على الاعتداء الجنسي في 2013 لا احد يتكلم على الاعتداء الجنسي فكانت هذه سابقه عندما يعني قررنا باش نخلقوا هذه الجمعيه للدفاع عن الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي والاعتداء بشكل عام فكانوا في الأول كيجيونا فقط الأمهات يعني واحد العدد محتشم جدا من بعد الحملات التحسيسية اللي كنقوموا بها في المدارس كنقوموا حملات تحسيسية وتوعوية في المخيمات في يعني المخيمات الصيفية في الخيريات أو دور الرعاية الاجتماعية هنا كنتقربوا من الطفل وكنعرفوا شنو هو الاعتداء الجنسي على الطفل وكيفاش الطفل يحمي نفسه بنفسه بأنه ما يتحش في الغريب ما يخليش واحد يلمس يعني الأعضاء الحميمية ديال هذا الطفل ما يخليهش يعبث بالجسد دياله ما خليهش يعني وحتى حنا كنتحملوا قسم كبير من المسؤولية ملي كنعلموا ولادنا غير البوسان يعني اللي جا كيبوس هذا الطفل اللي جا كيعلقوا اللي جا كيجلسوا في الحجر اللي جا بوس عمك بوس خالك بوس جدك بوس يعني حتى هذاك الطفل يسترخص جسده وما كنعلموش هذاك الطفل بان هذاك الجسد هو مملكته هو هذاك الجسد حرمه لا ينبغي لاي كان وكيف ما كانت درجه القرابه من هذا الطفل لا يمكن ان يلمس جسده الصغير ويدنسه هذه التوعيه والحوار بين الوالدين والاطفال حنا في المجتمع العربي شبه منعدم بحيث كل ما يتعلق بالجنس كل ما يتعلق بالأعضاء الحميمية فهي خط أحمر لا ينبغي للطفل أن يتكلم في هذه المواضيع لأن حسب اعتقادهم الطفل لا يفهم لا يفقه لا يعرف صغير السن يعني ما كنشاركوش طفل وما كنوريوش بان هذه المسائل هذه اللي كتتعلق بالجسد ديالو يعني هي مملكته وما عندها شي واحد الحق باش يلمس هذه المملكه بالتالي طرحتي واحد المساله ديال الفتيات يمكن قلتي عندهم حل انا تنقول ما عندهمش حل فتيات اللاتي انا قلت كيظنوا كنظنوا بان عندهم حل وربما احنا النتيجه شفناها في بزاف الحالات اللي انتحروا كاع عليك نور فالطفلات اللاتي نزوجهن من مغتصبهن كنعطيهم لهم في طبق من ذهب وتنقولوا لهم ها انتم اغتصبتوهم في الخفاء ونحن كنقولوا في العلن في العلن وبقوة القانون هنا جات يعني النضال ديال الجمعيات بحيث الفصل 475 اللي كيزوج القاصر المغتصبة من مغتصبها
الفصل 475 من القانون الجنائي، هذا الفصل لم يعد يعني مطروحا نهائيا، بحيث تم إلغاءه. من اغتصب يعني قاصر فمآله العقوبة والسجن. كذلك احنا مازال تفضلي الا كنتي غتقولها باختصار لانه مازال غادي نناقشوا مجموعه من النقط. تفضلي خلي الاستاذات يتكلموا. مرحبا الا سمحتي لي يعني استاذه نجيه غادي ننتقل عند استاذه مريم. استاذه مريم ربما بكون يعني كونكم عشتوا في واحد المجتمع اللي هو منفتح يعني موضوع الجنس ما كيخلقش واحد الطابو، ربما كتم المناقشه جميع الامور واضحه الى غير ذلك، ومع ذلك يعني كاينه حالات ديال الاغتصاب للاسف، وكاينه حالات ديال ربما ديال هاد الميولات الغير سويه والشاذه. فشنو هي يعني قراءتك بزاويه نظرك انت ربما اللي كتعيشي في واحد المجتمع اللي هو منفتح، والاضافه الى ذلك ايضا بطبيعه الحال كتشاغلي في المجال النفسي بطبيعه الحال. شكرا لالا سكينة، هذا سؤال مهم بزاف. خاصنا نعرفوا بان المغتصب والاغتصاب ماشي حيت واحد ما قاريش او لواحد ما واعيش او لواحد ما متقافش او لواحد ما عندوش الفلوس او لواحد سانغيان افوار. كاين بحكم انا عايشه هنا في كندا هذه 30 سنه، دونك العلاقات الجنسيه مباحه، ما عندهمش هما كاع هنايا داك الضغط ديال لا خصك تزوج بهذا السيد ولا بهذا السيده باش تمارس واحد العلاقه جنسيه، عندهم داكشي مفتوح. يا اوكان بروبليم، البنات راه تاخذوا لي مويان ديال لا كونتراسيبسيون ا لاج دو 9 ans، ا لاج دو 9 ans 12 ans 14 عام كتمشي عند هذا الطبيب الاخصائي بالنساء، تقدر تمشي ليه بلا لاكور ديال الوالدين. ولكن ورغم هكا كاين الاغتصاب، هذا كيدل بان اضطراب المغتصب عنده اضطرابات نفسيه، عنده دي مالاديسي. راه يمكن الاستاذه نجلاء غادي تشرح اكثر لان هي بلوس اخصائيه نفسيه، دونك كيكون عندهم اضطرابات اللي وكتكون لامبولسيفيتي، كيكونوا بزاف ديال الحوايج وكيبداو وكيكونوا هما ديجا عندهم مشاكل. كاين اللي تيكون عنده الى سوبي داك التحرش من الصغر ديالو تيكبر معاه، تيكونوا تحرشوا بالعائلات الاصدقاء الاقارب ديالو، دونك تيكبر معاه تيولي داكشي بحال بيرمي ان بو، وتيولي اغتصب حتى هو وتيولي يمارس هذاك سوى التحرش او لا كيمشي حتى الاغتصاب. لان الاغتصاب راه ما تنقولوا الاغتصاب راه ماشي غير الجسد، راه الاغتصاب كاين الاغتصاب في الحريه، الاغتصاب في الكلام، الاغتصاب في القيم، لا ليبرتي، اغتصبتي الحريه ديال هذاك الانسان، اغتصبتي القيم ديالو، اغتصبتي ما بقاش عنده هذاك الاختيار في ادلاء الراي ديالو، لان سي تان شوك اللي كدير ليه، اللي ماشي هو رافض هذيك العلاقه ولا رافض هذاك التحرش ولا رافض هذاك ميم داك الكلام اللي كتقول ليه، راه حتى هو سي بارمي لي دي فوا سي بارمي دي زيتاب اللي كي تدرجهم به المغتصب للطفل او للطفله. تيبدا بالكلام، تيبدا سواء الكلام اللفظي او الغير اللفظي، لي ريغار، كيبدا تيجي داك اللمس دي فوا او ديبو بور سيسيي، تنقولوا حنا بور سيسيي، تيبدا بلي بارتي اللي ماشي انتيم ديالو، تيبدا بدوطخ بارتي باش يشوف واش هذاك الوليد ولا ديك البنيه غادي تهضر ولا ما غاديش تهضر، واش غادي تخاف ولا ما غاديش تخاف، شنو هو التجاوب معاه. كيكونوا دي بتي تيست، سي سا دي بتي تيست غراديوال. كاين اللي تيمشي لاكت ديريكتومون، مي كاين اللي تيبقى هذا افيك لي تيست كيوصل للاغتصاب الجسدي او العنفي او دي فوا تي وهادو سورتو اللي تيكونوا اونفير لي زونفون، راه ما تتكونش عندهم واحد
واحد اللذه، لان انا جون سو با سيكسولوج مي جبحت شويه ان تي بو، ما تكونش عنده ديك اللذه، لان سي با افيك ان ادولت ولا سميتو، غير كاينش تجاوب في العلاقه يعني، هي فقط لان ملي كتغتصب واحد الوليد عنده 4 سنين ولا واحد البنيه عندها 3 سنين، ما ميم لو كور ديالها il n'est pas apte le smito le smito. Donc il y a un problème psychologique ou un problème interne très dur, donc كتفجروا في سميتو. Donc ça n'a rien à voir مع واش البلد محافظ او لا ماشي محافظ، او لا بلد متفتح ولا ماشي متفتح، ولا قاري ولا متقدم، ولا شفنا الاغتصاب ولا التحرش في كاع البلدان ديال العالم، سواء البلدان اللي متطوره جدا او البلدان اللي جدير المجتمعات اللي باقا بعيد في العالم الثالث، او لا. دونك خصنا نردوا البال، والاحتياط احتياط الوالدين يديروا احتياط ديالهم، الحوار والتواصل مع هذا الوليدات ديالهم، الشرح كاين سي ا بارتير دو لاج دو 2 ans كتبدا un petit peu les explications, un langage qui offense pas les donc خصنا نردوا بالنا، نردوا بالنا، لان التربيه surtout دابا ولاو دروس في التربيه الجنسيه، ما نبقاوش في دوك لي طابو، لان تنخرجوا على مجتمع، تنخرجوا على وليداتنا، لان تنبقاو حنا محصورين غير في الحلال وفي الحرام. يا كاين واحد لا فيزيون كبيره اللي خصنا نردوا ليها البال. خاص بعدا كنشكر الاستاذه الناجيه بالجمعيه ديالها وبالخدمات التحسيسيه اللي كدير مع الناس. خاص التربيه ديال الوالدين هما الاولين عاد باش نربي هاد الولد، راه خاصنا تربيه قبل ما نتزوجوا، خاصنا دروس قبل ما دورات قبل ما يتزوج الواحد، قبل ما تتلاقى مع هذا الانسان خاصك تعرف هذاك لو باركور ديالو، ليدوكاسيون ديالو، ليكسبيريونس ديالو، الميول ديالو، القناعات ديالو، القيم ديالو. تنجيو لو بروميير فنو كنعطيوه، ولا دي فوا كيف قالت الاخت ناجيه كنعطيو بنتنا او لو سورتو بنات المجتمعات ديالنا اللي تغتصبات، باش نديرو نكشفو الفضيحه. وربما يعني حتى التحرك ديالنا كمجتمع جا من بعد، يعني ضحايا كثار، يعني ربما اللي فجرات يعني كما كنقولوا القضيه وخلات انه الصرخه تكون قويه ويكون بعدها التاثير، هي القضيه ديال الطفله امينه اللي تزوجت من المغتصب ديالها واللي انتهت بانتحارها للاسف، وجات من بعدها قصص اخرى. هنا فين كان خاص ضروري يتوضع حد التزويج القاصر من المغتصب ديالها. الا سمحتي لي لاله مريم غنتقل عند السيده نجلاء. السيده نجلاء، يعني كونك يعني سليلة مجتمع محافظ، بعد انتقلتي الى بلد ايضا اخر اللي هو محافظ، ولكن هذا الشيء لا يمنع انه يعني هناك حالات، ربما مصر من الدول الرائده في محاربه التحرش، وشهدنا ذلك عبر مجموعه من المبادرات ومجموعه من الامور، وبه ايضا يعني الجانب او الشق الذي نتحدث عنه. اود اولا ان استدل بعض الشيء عن قراءتك حول الموضوع، وايضا ان نقترب اكثر من مدى تاثير هذه الجريمه على نفسيه الطفل. اوكي، من بدايه حتى لو بلد محافظ او حتى لو زي ما ذكرت الفضيله اللي في كندا وهو مجتمع مفتوح، يظل التحرش هو التحرش، وللاسف بكل الاحوال بيتعرض. ممكن تلاقي انه نسب المجتمعات المفتوحه اعلى، مش لانه التحرش اعلى، لكن لانه الخوف والتبرير والتحدث عن الموضوع ده في المجتمعات دي بيكون اكتر. فللاسف احنا ما زلنا برضه النسب او الدراسات ما بتقدرش توصل للحقيقه كامله عن الموجود في المجتمع، لانه زي ما قلنا مثلا زي امينه، لو جينا سالنا امينه انتحرت ليه؟ لانه احنا دايما بنلوم على البنت، هي عملت حاجه وحشه، هي كانت لابسه مش كويس، انت بصيتي بصه مش كويسه، فبالتالي بنلقي اللوم على الضحيه ونحولها للجاني، ونضل ندافع عن الشخص
اللي قام بالفعل ده ونوجد له المبررات يعني بكل المقاييس. فبالتالي انا تفضلت لهذه الصوره بما انه تم الاعتداء عليا، فانا حد مش كويس، انا انسان سيء، انا انسان ساتنقل الفضيحه والعار تمام. انه في بعض الاحيان بيكون خوف من العقاب من الاهل لما الاهل هيعرفوا. الحاجه الثانيه لما نيجي نتكلم عن الاغتصاب، فاحنا بنتكلم عن المغتصب والمغتصب. المغتصب ده بيتحدث من فتره من ناحيه حتى النفسيه. ليه مثلا؟ لانه مستوى القلب سواء التعلم سواء المستوى المادي دي كلها ليس لها تاثير، يعني مش هنلاقي انه فئه عن فئه الموضوع مختلف، بالعكس يعني. لكن احنا بنكون الناس دي بتكون عندها ضغوط ساديه، يعني لما بتقول حضرتك انه الطفل عندها 4 سنوات وتم الموضوع هنا مفعول برغبه في التلذذ بتعقيد الشخص الاخر او الطرف الاخر. الناس دي بيكون عندها رغبه بالاثاره، او بيكون دايما بحث عن اللذه. بتلاقي في المقابل انه كل الناس عندها هذا كل واحد يعمل اعلاء او بيعمل الغلط، او بيعمل يتسلق الجبال ويعمل مثلا رياضه مفيده، فيطلع المشاعر اللي هو بنسميها المشاعر المستخاره عنده. نجد ان الشخص ده مثلا متذوق، يعني ممكن نقول انه عنده الذي يعيشه، لكن هو بيميل للعلاقه الخارجيه بالمنظر ده. ليه؟ لانه فيها الارتفاع المنهك اللي عنده اعلى، فيها الاثاره بتكون اقوى واعلى من الناحيه النفسيه. ده بالنسبه للشخص الاثاره تكون اقوى واعلى، يعني لان هناك نوعا ما صعوبه، لان هو مريض نفسيا على فكره، لانه هو بيبحث عن الاثاره بشكل مش طبيعي بشكل مش صحيح. وممكن يكون كمان يتعرض لهذا النوع من الاغتصاب وهو صصيح. هناك بعض الاحيان نوع من تأنيب القانون والذن، في جزء منهم بيحس بمتعه، الشخص اللي بيتعرض للاغتصاب، ودي كان بيقول لهم مشكلتهم اكبر في العلاج النفسي مع كده، لانه بنتفق على انه الشخص اللي يحس بالذنب او بيحس بان عنده مشكله هو اللي بيحاول يعالجها. لكن الشخص اللي يبقى حاسس انه ما عندوش مشكله، بالعكس هذا الموضوع يعني ممتع بالنسبه له، فبالتالي ما بيحاولش هو يعالج الموضوع ده، بالعكس بيستمر فيه، بيكون ضحاياهم اكثر بكثير، لانه العلاجات النفسيه بتكون مش بس على عليه هو بس، بتكون كمان على غيره. حاضر أستاذة نجلاء، إذا سمحتي لي سأنتقل يعني إلى الأستاذة نجية. أستاذة نجية، ربما كثير من الأسئلة كتطرح علاقة بالموضوع، وأول سؤال كيتبادر للذهن ديالنا، شنو هي الإجراءات القانونية الممكنة؟ لأنه إحنا في مجتمع اللي فيه حشومة وعيب، وناري غتمشي المحكمة وغتطلع وتنزل والناس غتعرف وفلان، حنا حيت للأسف باقي ما كاينش شي، كل واحد فينا كيديها في راسو، فكيكون عندنا هذا الخوف من صورة المجتمع، كيفاش غنتصرف؟ شنو غندير؟ وهنا مشيت للمحكمة وطلعت ونزل، شنو غنربح في الآخر؟ هذا هو المشكل اللي كنلقاوه، بحيث إلى تعرضتي الطفل ولا الطفلة للاعتداء الجنسي وكيقصدوا الجمعية. يعني أول حاجة كنديرو وكنستمعو الضحية ياك بالحضور ديال ولي أمره، وكنحيلوه على طبيب مختص في الأطفال، تيكون طبيب كتعينو المحكمة، تيعطينا رابور أو كيعطينا واحد رابور بالعربية تقرير، كيعطينا واحد تقرير على الحالة ديال الطفل. من ثم كنصبوا محامي للدفاع عن حقوق هذا الطفل، كنعرضوا هذا الطفل على اطباء اخصائيين، طبيب نفساني خاص بالطب النفسي للاطفال والمراهقين. ومن هذا المنبر كنحيي الدكتور محسن بن الشولي، كنحيلوا عليه كثير من الضحايا، وبالتالي اللي كنمشيو للمحكمه وكتساندوا الجمعيه. هنا كان يعني تقريبا تناخذوا حق هذيك الضحيه. اما الا جاء الضحيه من تلقاء نفسه وما كيلقاش واحد السند، وكثير من الاحيان هاد الاطفال هادو اللي كيمشي الحق ديالهم هدر، يعني لا من يدعمهم لا نفسانيا ولا ماديا ولا معنويا ولا شيء. بالتالي هذا الطفل
كيفاش بغيتي هذا الطفل اللي ما حضرش حقه من المغتصب او من اللي هتك العرض ديالو ما خداش حقه، كيفاش بغيتيه يثق في العداله ديال بلاده، كيفاش بغيتيه يثق في نفسه، كيفاش بغيتيه يكون الشخصيه ديالو، كيفاش بغيتي يتخطى او يتجاوز هذيك المرحله اللي مر منها. واللي حنا للاسف تنقولوا دائما هذاك الطفل كان هو اللي كنزلوا عليه اللوم، تنقولوا له انت اللي مشيتي معاه وعلاش مشي معاه واش داك معاه، تيولي هذاك الطفل هو موضوع اتهام الوغ كو هو غير ضحيه ماشي هو المتهم. حنا كما قالت الاستاذه قبيله خص الاباء والامهات يوعوا، خصهم يترباو الا بغاو يجيبوا لنا واحد الناشئه اللي تكون حتى هي مربيه، لان التربيه ديال الوالدين كتنعكس على تربية الأطفال وثقافة الأطفال ووعي الأطفال. والنقاش اللي كيكون وكنشاركوا الطفل في النقاش ديالنا وفي الحلول ديالنا، وملي كنخلقوا واحد المسؤولية عند الطفل حتى هو راه كائن، حتى هو إنسان، وحتى هو عنده عقل باش كيفكر، وحتى هو نشاركوا في جميع المسائل ديالنا، هنا كيكون شخصية. أما إذا تعرض للاعتداء الجنسي، هل داك المخوط الوالدين أو داك الوحش الكاسر كيهددوا من بعد؟ في الاول كان كيغريه، هذه شوكولاته، هذه حلوه، هذه لعبه، هذه ملي كيكسب الثقه ديال هذاك الطفل وكيتم الاعتداء عليه جنسيا، هنا كينتقل لمرحله اخرى اللي هي التهديد. الا ما جيتيش غادي نطلق عليك الكلب ياكلك، الا ما جيتيش غادي نقتلك، الا ما جيتيش غادي نقتل والديك. الى هنا كيبقى الطفل بين مطرقات التهديد المجرم وسندان عنف الابوين، لان الى سمحتي لي الناجيه، اشنو هما الاجراءات اللي كتقوم بها؟ مثلا جاء طفل مغتصب للجمعيه، شنو هي الاجراءات اللي كتقوم بها من بعد ما كتعرضوا على الطبيب، ومن بعد بطبيعه الحال ما كيتم تشخيص الحاله ديالو، شنو هو المسار اللي كياخذوا الملف؟ الملف من بعد كنقدموا كنديروا شكايه باسم الجمعيه، كنقدموا التقرير ديال الطبيب، طبيب الاطفال، وعندنا تقرير ديال الطبيب النفسي. ملي كنرفقوهم بالشكايه لعند السيد الوكيل العام، السيد الوكيل العام كيعطي التعليمات ديالو الصارمه باش الضابطه القضائيه باش تحر على القضيه، وكيتعتقل المتهم. ملي كيتعتقل كيدوز عند السيد قاضي التحقيق، السيد قاضي التحقيق الى ارتأى، للاسف الشديد بزاف ديال قضاة التحقيق كيعطيو الصراح المؤقت، وهذاك الصراح المؤقت هو الطريق الى البراءه، وهذاك الصراح المؤقت كيخلق واحد الازمه نفسيه في النفسيه ديال الطفل ولا في العائله ديالو. ملي كيخرج المعتدي كيخرج من عند السيد قاضي التحقيق، كاين قضاة التحقيق اللي امروا بالاعتقال، ولكن كاين قضاة التحقيق اللي كيعطيو صراح مؤقت. هذاك الصراح المؤقت اللي كيخلق واحد الازمه نفسيه عند الطفل ملي تيشوفو خارج. وانا حضرت الكثير من الملفات ملي تيخرج المتهم من عند السيد قاضي التحقيق تيستفزنا، يعني شنو صورتو، شنو قضيتو، شنو ربحتو، انا خرج هنا. فهنا هذاك الطفل ولا العائله ديالو كتحب تنتقم. وعندنا ملف كان في الدار البيضاء ديال واحد اللي خرج مع السيد قاضي التحقيق لان اغتصب طفل عنده 7 سنين، هذاك الاخ ديال الضحيه مشى قتل المعتدي، اللي كنا في غنى عنها لو ان السيد قاضي التحقيق امر بالاحتفاظ به، راه الاعتقال الاحتياطي، ما كانش هذاك غادي يموت، وما كانش هذاك غادي يدخل الحبس مكان المعتدي. فمنين كتمشي للجلسه عاوتاني كتكون هنا يعني الجلسات ماراثونيه، بحيث في المرحله الابتدائيه في محكمه الاستئناف، لان ولات فيها مرحلتين، محكمه الاستئناف ولات فيها مرحله ابتدائيه واستئنافيه، كنجيبوا هاد الاطفال في المرحله الابتدائيه، كيجي الجلسه الاولى، الجلسه الثانيه، الجلسه الثالثه، الجلسه الرابعه، الجلسه الخامسه، وكيكون في الجلسة علنية أمام المتقاضين، أمام المتهمين، أمام الشرطة، أمام الهيئة، وهذا الطفل الصغير لا يستوعب حتى شنو تيوقع، ما مستوعبش، هو المكان ديالو ماشي في رهادات المحاكم، المكان ديالو راه المدرسة. حنا تنطالبوا باش هذاك الطفل غادي يستمع ليه المكلف بالأطفال، يستمع ليه مرة جوج، باسطة كافة، ماشي نبقى نجيبو في المرحلة الابتدائية
وكنجيبو قدام المتهم اللي اعتدى عليه جنسيا وكنبقى نسولو واش هذا هو اللي فعل فيه إيه؟ وكيفاش فعل فيه وشحال مره فعل فيه وشي مصطلحات يندلها الجديد ماشي في المستوى ديال هذاك الطفل. فبالتالي كتجي المرحله الابتدائيه نجيو المرحله الاستئنافيه الجلسه الاولى الجلسه الثانيه الجلسه الثالثه راه هذا اغتصاب من نوع اخر كما قالت الاستاذه هذا راه اغتصاب اغتصبوا هذاك العرض ديالو هذاك المجرم وبالتالي حتى حنا كنساهموا في الاغتصاب ديال الحريه ديالو في الاغتصاب ديال النفسيه ديالو في الاغتصاب كيبطل المدرسه ما كيمشيش للمدرسه حيت عنده الجلسه ولا ما جاش خص تاجل عاوتاني الجلسه حتى يجي حيت كاين بعض الاطفال كيكبروا كاينين كيجيو في المرحله الاستئنافيه تنشوفهم كبروا واش حياتهم غيدوزوها غير في المحكمه حنا كنناضلوا من اجل باش هذه الجلسات الماراثونيه ما تبقاش الطفل ما يجيش للمحكمه في جلسة علنية وأمام المتقاضين وباش تبقاو تستنطقوا بحال المتهم لا حنا ضد هذه الفكرة هذه بل جيب هذاك الطفل في المكتب مكتب ديال القاضي واستمع ليه بحضور ولي أمره وديروا لهم المواجهة مرة وخلي هذه المسألة أيضا من شأنها أنها تحافظ على النفسية ديال الطفل لأنه ربما يعني ما كيتحطش في الإطار نعم واش حنا تنقولوا المصلحه الفضله للطفل الاطفال واين هي المصلحه الفضله للطفل فين هي المصلحه الفضله واخا الا سمحتي لنا نجي انا غادي نرجع عند الاستاذه نجلاء يعني في حديثنا على المسار القانوني وربما واحد الضغط نفسي كبير كيتعرض له الطفل الاطار القانوني يختلف من بلد الى اخر ربما اليوم تكلمنا على النموذج المغربي لكن في المجمل النفسية لا تختلف نفس الإحساس اللي حسيته. بس أنا عايزة أزود حاجة بالنسبة للإطار القانوني أنا مش عارفة إذا كان في المغرب نفس الوضع ولا لا إحنا أحيانا نجد إن المغتصب هو طفل أكبر وبالتالي ما بيكونش فيه عقوبة هو المفترض إنه الأعمار المحددة من قبل القاضي أو الحقوقية تتغير يعني ينفعش الشخص اللي عنده 18 19 سنة لحد دلوقتي لما يحاسب على انه طفل حدث وبالتالي بعد ما يغتصب طفل ولا طفل بيكون قتلهم وعذبهم بال 10 سنوات ده عشان كان يعني القضية تحتمل 10 سنوات في المحاكم فاحنا محتاجين فعلا ننظر للقوانين بشكل عام اعتقد في كل الدول يعني مش بس في المغرب او في مصر او في دوله محدده لانه فعلا بما انه تغير سريع في الزمن محتاجين ان القوانين تواكب اللي حاصل دلوقتي بالنسبه للتحليل النفسيه بقى للطفل احنا طبعا انا كأم قبل ما اكتشف ان طفلي او اعرف او اتاكد ان طفلي بيتعرض للاغتصاب لازم الاحظ حاجات بتبان زي مثلا هتلاقيه بيدور في التوبيس عنده نزلات عنده انطوائيه بيرفض بشده الكشف الطبي عند الطبيب هتلاقيه مثلا بعد ما كان بيحس بشخص معين يرتاب من وجوده او يشمئز من وجوده فيبدا ينسحب يبدا يحاول تلاقي الطفل يخرج كتير من البيت بيدور بيسمع كتير من موجود معاه هدايا موجود معاه مثلا اغراض مش بتاعته او مش مجرد انه هو وجود معاه في البيت بتلاقيه مثلا انه بدا يبدا ينشغل قوي باصدقائه وينشغل قوي بالسلوك الجنسيه لو يعني تصبح تغيرات في سلوكه وفي المحيط هو المحيط الطفل بتنعكس على تغيرات السلوك هتلاقي انه طبعا لو انا عندي مشكله لو الطفل كان قبل تحديد الهويه الجنسيه يعني كان طفل صغير هتلاقي الولد يميل لجنس الشخص المتطفل هتلاقيه مثلا لو طفل هيميل للذكور فدي حاجه ممكن الهويه الجنسيه مستقبلا او مثليه جنسيه يعني وربما يعني هذا الجانب اللي تكلمت عليه دكتورة نجلاء يدفع ببعض من تعرضوا للاغتصاب في طفولتهم ان يصبحوا هم بدورهم مغتصبون يعني احيانا يصبحوا فاعل وهم مسؤول به او كمان ان بعض الاحيان نتيجه الفكره دي الاهل يخافوا انه يتكلموا عن انهم تعرضوا لمشكله عشان المجتمع ما يوصل
يوصلوش بعد كده مستقبلا بالوصفة ودين المشكلات اللي احنا بنواجهها. طبعا ضميره في كل مره وفي كل خطوه. احنا لازم نشتغل على تغيير المفاهيم الخاطئه اللي عنده. الحاجه الثانيه هو كمان الناس بتستغل انه بيستخدموا صوت بيستخدموا جوه موجوده في موقع الجريمه دي بقت شريك فيها. فهو لازم يفهم انه ما عندوش اي مسؤوليه جنائيه لان دي من الاشياء اللي بيقوموا بتاكيد الاطفال بيها. لكن بعد ما نخلص المشكلات النفسية أو السلوكية هنيجي نشوف زي اتفقنا مثلا انت مستقبلا هتقدر تعمل ايه عشان تمنع المنظر ده. لازم تفهم جسمك، تفهم الملكية بتاعة جسمك، تفهم الحال، ودي ضروري جدا لتحقيق الهوية الجنسية. إذا حتى يعني أحيط في خطوات يجب الاشتغال على الهوية النفسية والجنسية للطفل وكيف يعني يتم حمايته وتسييجه مستقبلا من أن يتعرض مرة أخرى إلى نفس الموقف. يجب أن يفهم الطفل نفسه أو تغيرات الفسيولوجية، أو يعني أحيانا لما تحصل تغيرات فسيولوجية تؤدي مثلا والنقص للانتصاب او التزمات او ايا من ذلك يشعر بتأنيب بالذنب. فلازم الطفل يفهم برضه ان في تغيرات دي تغيرات طبيعيه بناء على المرحله العمريه اللي يكون موجود فيها، وان هو زي ما اتفقنا انه لازم يقدر يتكلم او يتحدث مع الاهل بشكل كبير. لما اجي احكي واتكلم معاه عن الحمايه من ما اتكلمش انا كأم او كأب وانا خايف او انا كأخصائي وانا خلال عشان ما وفرلوش مسؤوليه انه هذا مخجل لا يجوز التحدث فيه. فلازم زي ما بحكي عن الوقايه من الحريق، الوقايه من القلق، الوقايه من الاخطار العاديه، اكيد بتحدث معه عن التحدث الجنسي كأنه ازاي تقي نفسك من خطر موجود بشكل غير له مبالغ فيه ولا باستهتار شديد. تمام؟ تحكي لي فقط، سأقف عند هذه النقطة وسأنتقل إلى الأستاذة يعني مريم. أستاذة مريم، ربما نقطة اللي أشرت لها أستاذة نجلاء هي مهمة بزاف فيما يخص يعني الجانب ديال العلاقة ديال الطفل مع الجسم ديالو، وحنا كيفاش كنوصلوا ليه المعلومة، لأنه للأسف في مجتمعنا العربي والمغربي ربما عندنا عيب حشومة حشم، ربما كيصعب أننا نتكلموا مع البنت على التغيرات الفيزيولوجية اللي كتوقع، على الدورة الشهرية، على أمور اللي كيخصها تكون عارفها. بالنسبة لنا كيكون واحد نوع من الميوعة، ربما أحيانا حتى أنهم نتكلموا مع بناتنا في العلاقات الجنسية نفسروا لهم العملية كيفاش كتكون، شنو كيوقع بالضبط، شنو هي التفاصيل، كيجينا عيب وحشومة وخاصة صافي غتكتشف داكشي بالفطرة من نهار تزوج معكيش علاش هي تعرف، مسائل اللي كتخلق مشاكل كبيرة. نفس الشيء بالنسبة للولد، ربما حتى هو يعني مجموعة من التغيرات الفيزيولوجية في الجسم ديالو، مجموعة من الأمور واحد النهار كيتفاجئ بها، ما كيعرف كيفاش يتصرف، احيانا كيصعب عليه حتى انه يصارح الاب ديالو او الام ديالو بهذه الامور هذه. فما ادراك ملي تصبح ضحيه ديال الاغتصاب، يعني قمع فوق قمع فوق قمع
وأضف على ذلك سلسلة من الانتهاكات المشاعر والبنية النفسية والجنسية والجسدية لهذا الطفل هذا. إذن كيفاش يمكن لنا نتعامله مع المحيط ديالنا في هذا الباب هذا، وكيفاش يمكن لنا نقويه هاد الوليدات اللي ربما بنات ولا ولاد كيتعرضوا لهذا النوع من الجرائم الغير إنسانية للأسف. كيف كنقول دائما قبل ما نربي واحد الولد ولا واحد البنت خصني نربي راسي انا، بدا انا الاب اللي دخلت عندي واحد الولد ولا واحد البنت. احنا براسنا انا كنهضر على الجيل ديالي كيفاش كبرنا وعلى كيفاش المحيط ديالنا ولا التربيه ديالنا، براسنا ما عندناش واحد التربيه جنسيه ولا واحد على الجسد ديالنا. كيقول لك راه المدرسه غيوريك، راه ملي غادي تكبر غادي تعرف، راه بزاف ديال الحوايج كانت بحال تنتهكنا في الحريه ديال المعرفه. ما كانش عندنا داك الحق ديال راه هذا اغتصاب، لان ما بقات ما كاينش داك الوعي، ما كاينش داك كاين داك القمع، سير سكوت سير حشم سير هادشي ما تندويوش فيه، هادشي ما عندناش، وكنكونوا في واحد لو ديني. حنا عائلتنا ما كاينش فيها هادشي، نو راه كاين دايرين بيك، راه كاين الاخ، راه كاين دي فوا الله يحفظ السلامه الاب، كاين العم، كاين الخال، كاين الناس اللي عندهم السلطه، الاساتذه، كاين بزاف ديال الحوايج ما كنردوش ليهم البال، وتنكونوا في واحد لو ديني واحد الاستنكار بان احنا ما في المجتمع ديالنا ما كاينش، لا احنا محافظين، احنا ديانيين، احنا راه كاين دياني وكاين ظاهره ديال لا سميتهم تتقولي لا هذاك رجل دين، ولكن رجل دين هذيك صفه، ولكن الا كان عنده واحد الاضطراب نفسي راه غيدير ما بغى في هذاك الوليد ولا في هذيك البنيه. دونك خصنا نرقاو بنفوسنا حنا، وحنا نقلبوا ونبحثوا. دابا الحمد لله الانترنت ولا فاسيل، ولا لاكسي فاسيل لاي واحد، دونك نوتيليزي الحوايج اللي مزيانه، نحضر الدورات، نحضر المحاضرات، نحضر نفقه راسي واش حنا، لان هاد ماشي العكز، ولكن هاد الوقوف ديالنا عند على هاد التربيه ديالنا هو اللي كيولد لينا هاد بزاف ديال المشاكل في الاولاد ديالنا، سواء المخدرات ولا سواء في الاغتصاب، لان عندنا هادشي كله دي طابو ما تنهضروش فيه وما خصناش ندويو فيه، وخص لا سكوت، لا هذا حرام، لا هذه حلال، بحال اختصرنا الحياه ديالنا غير بين الحلال والحرام، بين الحلال والحرام، الوغ كو كاين شي حوايج كثيره. كنتذكر فاش جا عندنا الاستاذ ابو بكر حركات عندنا هنا تيهضر ليهم على التربيه الجنسيه، لان كانوا غادي يديروا واحد المقرر هنايا غادي يخرجوه هنا ديال التربيه الجنسيه في المدارس سورتو في البريمير في الابتدائي. شكون اللي تخلع بزاف؟ هما الجاليه ديالنا تخلعات زعما، ولات واحد لا بيغ دو كونترول، شنو غادي يوريو لولدي وشنو غادي وريه انت قبل ما يوري واحد اخر بطريقه اخرى ولا بطريقه اللي غادي يعني واش جميع الاحوال غادي يعرف المعلومه، اللهم يعرفها عن طريقك بالطريق الصحيح احسن من انه يعرفها عبر اصدقاء ولا عبر ناس اخرين يمكن تكون بطريقه خاطئه. صافي ودابا كلشي ولا لاكسي فاسيل، اي حاجه تي تاب سور جوجل تي لا فورماسيون كتجيك حتى لبيتك بلا ما تقول لو بنتي لا ما كتخرجش ما كديرش ما كتمشيش مع الصحابات ما كتدورش ولكن راه عندها كل شيء في بيتها. دونك داك العزله ديال الابناء ديالنا ولا داك الصمت ولا كتشوف واحد التغير في واحد السلوك ديالو ولا معصب ولا سميتو، خصنا نردوا البال الاطفال ديالنا من الصغر ديالهم، من الصغر نشوف نلاحظ غير سامبل في لي كانو دو كومونيكاسيون دو باز ما كنعرفوهمش، تيبقى يقول لك ايوا انا ما تنتفاهمش مع ولدي، تنهضر معاه تنعاود وتنعاود وكنكرر المعلومه ما كتوصلش ولا كيدير اللي في راسو، راه ودي لو كانال دو كومونيكاسيون اللي تختي ماشي هو اللي غيفهمك، هو راه بوتيت هو تيهضر في لو ميم سوجي
مي ما كتفهموش، لان انت تهضر انت سواء بالسمعي هو بالبصري ولا بالاخر بالحسي. هادشي سي دي كيسيون دو باز اللي خصنا نردو ليهم البال، وخصنا نستافدو منهم، وخصنا نتعلمو ليهم باش ما كيوقعش داك داك لو فخوا. كاين واحد البروده ديال الحوار ولا البروده ديال التواصل، دونك كتسدي كيولي داك لو ديالوغ اي لي فيرمي، ما كاينش كيوليو يجاوبك ولدك اولا بنتك وي نو، ما كاينش واحد الحوار من الواجب. سي سا سي سا غير حيت كاين تيقول لك اوكي جوست بور مون ديباراتي وي صافي باش تحيد عليا، ما تبقاش تسول. كاين دي كيسيون اوفيرت، كاين بزاف ديال الحوايج اللي خصنا نطرقوا لهم، كاين شي حوايج اللي خصنا نتعلموهم في المدرسه. يا ريت زعما يا ريت جو سي كو الاخت نجات كدير زعما مجهودات كبيره، مي خاص التعليم حتى هو يدخل التربيه الجنسيه في المدارس، لان كتولي سورتو في هذيك ليدوكاسيون ديالنا حنا ملي كنا صغار اجي بوس عمك وتي اوبليجي باش تبوس عمك، راه انت هكتي في الحريه ديالو. واه الا سي سا لوي طونط با راه سي با باغ ان مونك دو بوليتيس، راه هو ما باغيش يبوس وانت كتبز عليه يبوس، انت بزز عليه يبوس اشنو كدير ليه في الدماغ ديالو. صافي دير سيت بيرسون لا ولا هذاك لادولت راه الى لو دووا دو تو توشي، الى لو دووا الى لو دووا باش يعنقك، الى لو دووا باش يبوسك. ندفعوا لشي حوايج اللي ربما بلا ما نحسوا كنعطيو بعض كنفتحوا بعض الابواب، كنفتحوا بعض الابواب اللي لا نرجع حمدها ولا ما عرفت كيفاش يقولوا لها لا تسمد عقباها للعواقب ديالها، وكنولي اكيد كتكون وخيمه وخيمه. عاد نقولوا اويلي اش غادي يقولوا الناس، راه اش غادي يقولوا الناس، راه خاصني اش غنقول انا لراسي، شنو عطيت هما الناس في جميع الاحوال كيقولوا زعما راه كيف ما درتي معاهم غيقولوا اللهم دير داكشي اللي تقدر تعبيه واللي في صالح الاسره ديالك وفي صالح وليداتك بطبيعه الحال. تافي تافي لان غادي هي فيك في مجتمعاتنا العربيه فيك واخا واش كون كل واحد كيديها شي داك داك لو زوم ولا ديك لا كاميرا اللي كندير على واحد اخر وندورها عندي انا ونشوف انا راسي فين غادي، نشوف انا راسي فين وصلت، واش اسكو جو سوي ساتيسفي في ليدوكاسيون ديالي ولا جو سوي ساتيسفي في ديك لا ريلاسيون اللي مع داك الزوج اللي اختاريت ولا ديك الزوجه ولا دوك الاولاد. راه خاصنا بزاف طريق خلاو هذيك الكلام كثير وسكت حسن كيف كنقولوا إيه ما غاديش نسكت. لا لا ما كاينش سكت حسن، لا الكلام حسن على ياتي حالي يعني النقاش معكم محلو بزاف ولكن للاسف الوقت ضيق. انا غادي ننتقل بسرعه في سؤال يعني نجيه بحكم التجربه ديالك مع الملفات، شنو هي نظرتك للتاثير ديال هذه الواقعه على مستقبل الطفل؟ لانه عشت كتعيشي معاه التفاصيل المملله ديال النهار كنكتشفوا اشنو وقع وصولا الى الحكم، وفي بعض الاحيان وصولا الى الفشل في الفشل في الحكم، لانه ربما كيكون الحكم لا يشفي غليل هذا يعني باش يعيشها. نعم الطفل اولا منين كيتعرض لاعتداء جنسي، باش كنعرفوا هذا الطفل كيتعرض لاعتداء جنسي، اولا كيبدا يتبول في الفراش، من قبل ما كانش كيتبول، كاين تراجع في المستوى الدراسي ديالو، من بعد كان كيحصل على نقاط في المستوى ونقاط مرتفعه، وكان مجتهد وكان مثابر وكان حي وكان حيوي وكان يتحرك، وكان واحد النهار كتشوفي هذاك الطفل ولا عنده تراجع في المستوى الدراسي ديالو، ولا كيعمل كوابيس في الليل كيبقى يغوت، ولا عنيف ولا منعزل، ما بقاش كياكل وكتصبح عنده فقدان الشهيه، ما كيبقاش ياكل، ما كيبقاش يلعب مع الاقران ديالو، ما يعني كتبدل الحياه ديالو راسا على عقب. انت كتقولي مال هذا الولد شنو تغير فيه وشنو وقع له، ولكن السؤال اللي يمكن تطرحيه عليه اللي هو واش ممكن تعرض لاعتداء جنسي، هذا ما يطيحليش في الدماغ ديالك، ما يمكنش تصوريه،
تقولي يمكن اي حاجه يمكن تصوريها الا ان الطفل ديالك تعرض لاعتداء جنسي، رغم ان كاع هاد المؤشرات اللي ولات عند هاد الولد هادو دي ميساج، هادو رسائل كيوريهم لك هذاك الطفل باش كيوريك بانه راه تعرض لاعتداء جنسي. بعض المرات شحال مره الطفل تعرض لاعتداء جنسي ويعني ولات في عاهه مستديمه، الطفل كتديه كدير ليه بوماده او مرهم او دواء احمر او هذا باش وما تدخلش ليها لعقلها انها الطفل ديالها تعرض لاعتداء جنسي، هو ما قادرش يصرح بانه تعرض لهذا الجريمه الشنعاء خوفا من عقوبه ديال الوالدين اللي يمكن يتعرض ليها. وحنا دابا الطفل ملي كيتعرض لاعتداء جنسي بحكم التجربه ديالنا وكيجيو عندنا الوالدين، السؤال اللي كنطرح عليه ملي عرفتي ان ولدك تعرض لاعتداء جنسي شنو هو التصرف اللي قمتي به تجاه الطفل؟ ضربتو، سلختو، فعلتلو، عاقبتو، يعني انت هو الزمن عليه، انت هو الجاني عليه، حرام. هذاك الطفل محتاج اللي يطبطب عليه، محتاج اللي يحميه، محتاج للحنان، محتاج للدفء، محتاج للامان. خصو يحس بنفسه راه في امان وبان والديه راه قادرين يحميوه. ملي كيشوف هذا الطفل هذا العنف من طرف الوالدين تيخرج للشارع، تيهرب. عندنا مثال ديال الاطفال هربوا من ديورهم واستقبلهم الشارع ودخلوا للعالم الضعارة من بابه الواسع. علاش حنا كنفرطوا في وليداتنا؟ حنا الا ما رحمناهمش اللي والديهم شكون غادي يرحمهم؟ اذا راه كاين ذئاب بشريه في سميتو خارج المنزل غيطلقوا هذا الذئب يشدوا هذا الذئب، واذا كانت فتاه غتبقى تولد لينا هاد الضحايا، هاد العام كتولد واحد والاخر العام الجاي تولد واحد وهكذا. فالطفل بحاجه للحمايه، خص الوالدين يوعاو بان الا وقعت الفاس في الراس راه داك الطفل محتاج اول حاجه هو الوالدين. والوالدين ملي كيكونوا متفاهمين راه كيعرضوا الطفل ديالهم على طبيب نفساني، يعني الحصص ديال الطبيب النفساني جد مهمه في العلاج ديال هذا الطفل. اولا كيكون نصف العلاج، نصف العلاج كيكون ملي تياخذ حقه ملي كتنصفوا العداله، النصف ديال العلاج، النصف الاخر تيكون على الطبيب النفساني والعائله ديال الطفل. ما كيقولوليش انت هو السبب، انت هو انت هو انت، لا، انت غير ضحيه، انت صغير، انت ما عرفتيش، حنا معاك وحنا غناخذوا ليك حقك. هنا كيطلع هذا الطفل متوازن في نفسيته، متوازن. وانا سمعت من الاستاذات بان هذا الطفل اللي تعرض لاعتداء جنسي يقدر يمارس حتى هو اعتداء جنسي ملي يكبر على اطفال اخرين، الا ماشي من الضروره. الا هذا الطفل الا كان نعم كاينين حالات اللي ربما تعرضوا لاعتداءات من ربع الصباح هو معتدي. علاش؟ لانه ما شافوش طبيب نفساني، لانه ما كانوش في واحد الاسره متفهمه، ما كانوش في واحد المحيط اللي يحسوه بان هذيك جريمه وتنبذوها كل الديانات وكل اعراف وكل مواثيق. يعني كيف ما كانت هذه الديانه او هذا المجتمع تنبذ هذه الجريمه وتنقولوا حنا مجتمع محافظ. منين اختي هذا مجتمع محافظ؟ ما كاينش، بس نقول ما كاينش مجتمع محافظ. وفين تيكثروا المصائب وزنا المحارم؟ في المجتمعات المحافظة والمنغلقة بين قوسين، ما عندناش المدينة الفاضلة أو مدينة أفلاطون. كيف المجتمعات المحافظة والمنغلقة كاين كثير ديال زنا المحارم اللي كينشوا لولادهم، اللي كينشوا لولاد اختو، ولاد خاو، يعني باه، خوه، عمو، هنا في المجتمعات المحافظة. يعني ما كاينش نقولوا هذا حيت شمكار أو حيت هذا يعني المتشرد او هذا سكير او عربيد هادو اللي غادي يقوموا بهذه العمليه. لا حبيبتي، هذه الجريمه تيقوم بها، تيقترفها حق الاطفال، تيقترفها المثقف والواعي والقاري والمتزوج والعازب والبائع المتجول والفقهاء ورجال الدين. شحال من فقيه عندنا الملف ديالو، الملف اللي حصلنا فقيه سمعتي مارس على بنت عندها 8 سنين لحيتو تال عليه خشم منها الشيطان، هذا فقيه وكيصلي بالناس
يعني ما نقولوش لا حيت كارير حيت هذا حيت مدخول الوالدين حيت لا 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 كتشوفي فيه راه عنده الوجه ديال الحمل ولكن داخله وحش كاسر وذئب مفترس. ما عندناش يعني حتى البيدوفيل او اللي كيغتصب الاطفال ما كتشوفيش فيه الشر او لا كتقولي هذا قتال ولا ذبح ولا عفوا يعطيه مصيبة. لا إله إلا الله. خروني خروني لقاو في لقاو في كوميسارية لقاو في لابريغاد لقاو في المحكمة خروني يعطيهم قرع. قلت لك هاد المصح الوالدين هاد لي بيدوفيل ما كتشوفيش فيهم الشر في وجههم أبدا. تيكون ظريف وحنين وسيرفيابل وتقولي هذا هو الراجل بحيث وهذه النقطه مهمه بغيت نشير ليها. حيت منين كيطيح واحد بيدوفيل كنحصلوه صوري الناس يقولوا لينا كنعقل على واحد الملف جا عندي واحد السيد قال لي انا مستعد نأدي من الله في بيت الله هذا السيد ما يديرهاش والناس كتشهد ليه والناس كتأزرو والناس تتمشي ترغب عليه تدقوا على الضحية وتيزوقوا ترغبوا ومسكين وما عمرو يعاود ورا ما دارهاش ورا غير الشيطان او يقولوا الشيطان يشوف كيهرب الشيطان يحشم من كيوض الحرام. فالناس اللي كيمشيو يرغبوا على هاد البيدوفيل انا كنسميهم مشاركين في الجريمة خاصهم يتعاقبوا بحال كيما تعاقب هذاك المجرم. علاه المجرم يقتصر على ضحيه واحده؟ لا حبيبتي الضحيه اللي بانت له ديالو يا ولد يا بنت اللي كان غيتبان له الغفله كي قال كنقولوا حنا غفلتي طارت عينك هي هذه غفلتي طارت عينك. في المدارس كيغتصبوا الدراري في المسجد كيغتصبوا الدراري في المخيم الصيفي كيغتصبوا الدراري في الجامع كيغتصبوا الدراري في الشارع في الضيوف في الحوانت الدراري على مالي الحوانت ما كنعممش انا ما تنعممش يعني في جميع الكلام اللي قلنا راه ما تنعممو على حتى شي فئه ولا حتى شي شخص ولكن حالات اللي كنقول لك الحالات اللي وقفت عليها انا شخصيا تيديروا السده في الحانوت صار هي دوك القلايه تيجيبوا وليد من البلاد تيبيتوه في السده هو ويتيبات معاه في السده في النهار راه تيغسل الماء عن وش طب وصيق وباللي راك دايروا مرا في السده. وقفنا على هاد الحاله ودينا الوليد للطبيب ونعس في لوبيطال وطلعوا هبوط وبقينا كنقلبوا على عائلته. ما كانش ثقه انا ما كنهولش الامر ولكن ما كانش ثقه. الا قلت لك غير هاد الثلاث ايام هادي عرفتي شحال من ملف جانا وديال الاباء ديال زين المحارم اللي تقولوا لي المجتمع محافظ فين هو هذا المحافظه فين هذا المجتمع كاين لا محافظ ولا محزن ملي الاب تيتجرأ ويمارس على بنته او كيمارس على ولده وهو الى شتي تقولي هذا هو الفقيه الوارع وداخله شيطان ما كاينش ثقه. وبالنسبه للانترنت لجدات الاستاذه او لا على حتى على اللباس اللي تيقولوا حقا ايوا هذيك راه تحرشوا بها او لا اغتصبوها لان كانت لابسه صايه. نشرح للاستاذه تنوره يعني لابسه تنوره قصيره او لباس قصير او لا جين او لا ايوا واخا ايوا داك الوليد اللي عنده عامين اغتصبوا اش عشق فيه الحفاضات عشق فيها الرضاعة اش عشق فيه هذاك الوليد اللي عنده عامين. هادو اللي تيقولوا على اللباس هاد المكبوتين تيهضروا على اللباس هضروا على العقلية ديال البشر فين تتجه لان احنا اكثرية ديال العرب ولا المسلمين النظرة ديالهم الانثى ماشي كائن انسان كشنو شكون هاد الانثى شنو كتعطيك شنو عقلها شنو التوجه ديال لا تيشوفوا فيها فقط
ذلك الوعاء لتفريغ المكبوتات الجنسية. نعم، ولا سمحتوا لي حيت بقاش معنا الوقت للأسف، ختاما غنتقل عند الأستاذة نجلاء. أستاذة نجلاء، رسالة مباشرة إذا ما تحدثتش. رسالة مباشرة، لازم نعلم ابني يعني ايه سر، لانه احنا عندنا دي المشكله، انه دايما يقول له ده سر ما بيننا، وخاصه الاولاد اللي هم بيكون عندهم فقد للاهتمام وللحنان والشخص الاخر هو اللي بيقدمه لهم. فانا لازم اعلم ابني الفرق بين الاسرار السيئه والاسرار الجيده. ولازم يكون في قاعده عندنا في البيت، ان واحد على الاقل من الوالدين يكون عارف السر. مفيش حاجة اسمها سر على الوالد والوالدة في نفس الوقت، والنفض اللي بعمل عيد ميلاد بعمل مفاجأة، ده سر جيد. بعرفه ازاي للولد؟ اذا انت في يوم من الايام حبيت تحكي لي هذا السر لن تخجل. فبالتالي هو بيقدر يفرق بين السر الجيد والسر السيء. حاجة تانية للأهل، 80% من حوادث الاغتصاب بتحدث في أماكن آمنة، 35% من حوادث الاغتصاب بتحدث من ناس في دائرة مقربة جدا من الطفل. فبالتالي أنا كأهل لازم لا أعطي الأمان لأي مخلوق على وجه الأرض مهما كان هو مين، بلتزم بعلم ابني وكمان براقبه. وختاما ربنا يحفظ كل أولادنا من كل سوء ومن كل شر يا رب. اللهم أمين. جدا، ورسالة يعني شكرا جزيلا لك. أستاذة مريم، ختاما شنو هي الرسالة يعني اللي بغيت توجهي؟ الرسالة أنا كنوجهها للآباء والأمهات، اللي خصنا نرقيو بنفسنا ونقلبوا على المعلومة ونتعلموا من كاين الاخطاء اللي كتوقع، كيفاش وقع هذاك الخطا في هذيك العائله. جو سوا با دون لو ديني، ما نكونش واحد الاستنكار بان انا لا ما غيوصلني حتى شي حاجه. او كونترير، راه كاين كيف قالت الاستاذه نجلاء بان الاغتصاب الاكثريه ديالو كتوقع في المحيط العائلي ديال الامان ديال العائله ديال الناس اللي محل ثقة. دونك نصرح لولدي بان يا دي زوند في لو كور ديالو ان با توشي مو انتيردي. راه كتبات قريت واحد الكتاب سي لا زون تريانغل، في من الامام الى ما عرفش الدري صغير باقي صغير ما غاديش نهضر معاه بواحد الالفاظ ولا نقول ليه سميتو لي تيرم بور نو با لو شوكي. جو ديسين سور اون فوي Le triangle, comme ça, c'est en avant. À ne pas toucher, interdit. Le triangle à l'envers, comme ça, c'est de l'autre côté, c'est le خلف. À ne pas toucher. Donc, le حوار. Le triangle, في الأول. يعني من 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 من. مقلوب. شكل هرم. Oui. من صار عود مقلوب. À ne pas مقلوب. سيسا، ويكون الحوار وكل الحوار مركز على الحب وعلى الاحترام ماشي الخوف. سا سي غيان كو غادي الا مشى تخاف مني ولدي ولا نقول انا سلطاوي، لا ما خصوش يهضر، ما خصوش يقول، ما خصوش، لا وانا عندي انا قادر. شنو قادر؟ راه كتقمع واحد النفسيه ديال واحد الوليد يلاه طالع واحد الورده تو اون تران دو لاتاكي ا تو لي جو. اليوم غدا اليوم غدا، راه غير بواحد اللفظه واحد النبره ديال الصوت اللي تنطلع اولا غير واحد شوفه. حنا كبرنا تيشوفك غير امك ولا باك صافي متي في البلاصه. دونك واخا تبغي تقول شي حاجه، واخا تبغي تقول شي حاجه وقع لك ما كتقدرش. دونك خاصنا هاد الخوف سانو سيغ غيان، بكل احترام ما تخافش مني، احترمني، مي اجي قول ليا جو سوي لا بور توا، جو سوي لا افيك توا. وماشي كان جانتيردي كاع لا سميتو، نعلمو بان كاين الحب ولكن كاين الاحترام، كاينين شي حوايج ان با توشي. دونك سي فريمون انتيردي. مشات توشام نهرس اليد ولا نهرس سميتو، مي خصنا الاحترام، خصنا الاحترام، وخصنا نوعيو براسنا، وخصنا نوريو
لولادنا. التربيه الجنسيه راه مهمه، راه ماشي كتدعي ان حارف الواحد ولا اسميتو، هادشي راه خاصو يتقرا في المدارس، يتقرا في البيوت، يكونوا تكون واحد لوفيرتور. راه ماشي كان نقولوا لواحد الفئه بانك غادي كيقول لك لا وغادي تخرج عليه، غادي يولي منفتح بزاف، غادي يمشي لشي حوايج. نو او كونترير جو سوي اون تران دو لو بروتيجي، كان جو بريفيان لو بروبليم قبل ما يوصل. دونك لوفيرتور. وكنتمنى من الله بان نرقيو نفسنا ونحاولوا ناخذوا المعلومه الصحيحه من عند الناس اللي كومبيتونس، مشيو للناس اللي كومبيتون، مشيو للناس اللي وما فيها باس. الا ما عرفتش الحاجه نقول ما عرفتهاش، مي باش نعطي واحد المعلومه خاطئه لواحد الوليد ولا واحد البنيه ولا نقمع تكون ديك لا ديسكوسيون جو لا فيرم ا كلير، غادي يمشي ياخذ المعلومه من جهه اخرى. دونك عطاك الصحه مندي ما يتسالك. للاسف الوقت ضيق، والله ما سخيتش بهذا الكلام معكم لانه مثمر، ولكن للاسف الوقت ضيق. لاله ناجيه باقتضاب رسالتك المباشره، تفضلي. رسالتي اكيد غتكون لي بارون او اولياء الامور، سورتو لا مامون، سورتو الام ما تسخرش ولدها الحانوت او الدكان، جيب لي البيض، جيب الزيت، جيب السكر، هو في واحد السن صغير، لان هذاك صاحب الدكان دائما ما كنعلمش، لان تنتكلم على ملفات عندنا في الجمعيه، كيمشي داك الوليد الصغير كيمشي يتسخر كيدخلو مول الدكان، كيعطيه شوكولاته ولا شي ياغورت بيريمي فات منتهى الصلاحيه، كيعطيه داك المسائل وكيبدا يمارس عليه. الطفل ديالك دابا حنا المشكل اللي عندنا هو مزيان وما مزيانش، هو ملي كيولينا دابا البنت في بيتها الولد في بيته هذا مزيان، ولكن من واحد الناحيه ملي كتحط لكل واحد بيسي او تليفون وكيسد عليه البيت، واش كتعرفيه فين كيدخل؟ كتعرفيه المواقع اللي كيدخل ليها؟ كتعرفيه مع من كيشاطي؟ لانك مؤخرا طاح عندنا ملف ديال واحد يعني راجل كبير كيشاطي مع طفل صغير عنده 10 سنين ودير معاه رانديفو. المهم الاطفال دائما هذاك البيسي خصو يكون في البهو او اللي يكون في الصالون او اللي يكون في واحد المكان اللي الوالدين تيشوفوه. اما دخلتي البيت كتسد عليك وتشعل التليفون او لا تشعل البيسي، هذاك البيت مخصص للنوم ماشي باش تبقى تشاطي. جلس قدامي تشاطي تشبع وديك الساعه دخلت نعس. ملي كيوصل واحد الطفل سن الرشد ديك الساعه تيكون مسؤول على نفسه، ولكن ملي تيكون باقي قاصر المسؤوليه كتبقى على الوالدين. خص هذاك الطفل بلا ما يحس بلا ما يشعر، خصني نعرفو فين كيمشي بلا ما يشعر، نعرفو فين كيجلس بلا ما يشعر، نقلب المحفظه ديالو شنو فيها، ما خصوش يشعر بانك انت كتراقبيه، ولكن خصك تراقبيه، ولكن هو ما تخليليش الفرصه انه يعرفك راكي كتراقبيه، يعرف بانه راه عايش في واحد الوسط اللي متفهم واللي فيه واحد فيه حب، فيه تفهم، فيه حوار. حنا المشكل اللي عندنا في المجتمع ديالنا راه ما كاينش الحوار، غير كتهضري على الجنس كتسمى ما مزياناش، ما عندكش يعني سوء، يعني الاخلاق ديالك غير سويه. بالعكس كل ما هو كما قلت قبيله كيتكلم على الجنس، والجنس اذا بغيت نفهم لولدي الوظائف ديال الاعضاء التناسليه نعلمها له او نوريها له بواحد الطريقه سلسه اللي يعني كتكون حسب السن ديالو باش يستوعبها، ما نهولش عليه الامور ولكن نربيه على بطريقه سلسه اللي يفهمها واللي تجي يعني مساله طبيعيه. وهذا هو الرسالة ديالي للأمهات والآباء. بصدق أنا ما سخيتش بكم، كان بودي نناقش الموضوع أكثر ولكن ربما تجاوزنا وقت البرنامج. مشكورين جزيل الشكر على كل هذه المعلومات اللي تقسمتوها معنا، رائع جدا بحضوركم. كان بغي نشكر السيدة ناجية أديب رئيسة جمعية ما تقش ولادي عفوا على المشاركة، وإن شاء الله لنا موعد قريب بإذن الله. شكرا جزيلا لك لاله ناجية.
كنبغي نشكر ايضا الكوتش مريم منديلي وهي كوتش في العلاقات الاسريه والبرمجه العصبيه من كندا. شكرا جزيلا لك كوتش مريم، سعيده جدا مره اخرى باستضافتك، وان شاء الله لنا موعد قريب باذن الله. ان شاء الله باذن الله على راسي وعيني. الله يحفظك، شكرا لك. كنشكر ايضا الاخصائيه نجلاء محمد عزت وهي اخصائيه نفسيه من دوله الامارات المتحده العربيه، شكرا جزيلا لك على المشاركه الطيبه. انا بسعدت بوجودي معكم جدا. لا لا اختك، واكيد ان شاء الله باذن الله نلتقي في فرصه قريبه. ومشكوره جزيلا، شكرا على المشاركه الطيبه، اكرمك الله، شكرا جزيلا. شكرا، مشاهدينا لكم جميعا، الله يحفظك، الله يطول عمركم كاملين، شكرا لكم بزاف. مشاهدينا كان لقاء شيق وممتع برفقة ضيفتي الكريمات، ولكن ربما الرسائل كانت واضحة. احنا اليوم ماشي في مواجهات نقاش داخلي، باركة من عيب، باركة محشومة، باركة من طابوهات. الجنس واقع وحياتنا واقع، وتغيرات الفيزيولوجية في الجسم ديالنا طبيعة خلقات فينا. فبالتالي اليوم احنا مطالبين بالحوار، مطالبين اننا نسيج وليداتنا ونحميهم، لانهم اكيد قدر ما حميناهم غيخرجوا للشارع، غيتلاقوا مع الناس، غيتواصلوا مع الناس. هنا كتبان مدى تربيتنا ومدى تواصلنا مع وليداتنا. فاحنا الا قدرنا نوصلوا لهم المعلومه بالشكل الصحيح فيما يخص التغيرات ديال الجسم ديالهم، فيما يخص العلاقات الجنسيه ايضا، عرفنا نربيهم تربيه جنسيه سليمه وصحيحه، عرفنا نربي ولادنا على انه الصح صح والخطا خطا، عرفنا نربي ولادنا على انهم صحابنا يجيو يقولوا لنا كل شيء، ما يخبيو علينا لا صغيره ولا كبيره. عرفنا على انه ولادنا اليوم راه يمكن يعيشوا مراحل من الحياه اللي تحنا دوزناها، محتاجين واحد النوع من الطيش، خرجوا نضحكوا نتلاقوا مع صحابنا. الى غير ذلك، الى قاك ولدك ولا بنتك بجنبه وربما بعد الاحيان شديتيه من يديه وانت اكتشفتي معاه هاد الامور اللي بالنسبه له هو راه ممنوعه فهي مرغوبه، اكيد انه النتيجه ما غتكون الا ايجابيه وكثير. اليوم ربما النيه قللت والذئاب كثروا، ولا صعيب انه نربي وليداتنا كيف تربينا احنا وكيف تربوا ابائنا. اليوم احنا مطالبين نكونوا صحاب ولادنا وما نكونوش ابائهم وامهاتهم 100% بالجانب السلطوي وبالجانب ديال التربيه وحشومه وعيب وما تقولش وما تناقش. لا، اليوم خاصنا نتناقشوا مع ولادنا، خاصنا نكونوا قراب لولادنا، لانه ما بقاش مسموح لنا بالخطا، وكيف ما قالوا الضيفات ديالي غفل طرف عينيك. شكرا جزيلا لكم، كنشكر كريم نايت سي رافقنا اليوم في الاشراف التقني والاخراج، كنشكر ايضا اسماعيل الوحيدي و يونس وحيد عفوا واسماعيل كحلاوي في الجرافيزم، كنشكر ايضا محمد مبارك. شكرا لكم اوفياءنا الكرام على حسن المتابعه، والقاكم الاسبوع المقبل دمتم في رعايه الله، ليله سعيده والى اللقاء.